تهديد الرئيس إن كان الجريمة الإرهابية حقيقة. هل هناك جهة سياسية تقف وراء يعني تضخيم هذه الجريمة؟ ليعلم الجميع هناك مبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع. بدأت اللحمة بين الشعب والقوات الأمنية تزداد. قوات الجيش، شرطة، فرقة الرد السريع، أفواج الطوارئ. بدأنا بإجراءات تنظيمية على الحدود مع كل دول الجوار بلا استثناء. محافظة النجف تشهد أحداث أمنية وخروقات متكررة. ما حقيقة هذا الأمر خصوصاً وأن الإعلام ربما يضخم هذا الأمر؟ الإرهاب والمخدرات يعني وجهان لعملة واحدة. لن توجد أي شبر من أرض العراق تحت سيطرة داعش. الجميع يدفع باتجاه هدوء واستقرار وبناء العراق الآن.